فجر 20 حدود يوم خلطوا عدين خلطة 2024 اركع يا روح امك وقت التلف تتعب تتعب 2024 التمر ما بيصير بص 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 بيعمل نار حد الله ونعم الوديل يا دين امي اضرب يا شيخ اضرب يا شيخ يا دين امي خد عليه مكر لا 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 مكر لا يقعد مش في النار بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا الفيديو بالاحتفال وهننهي الفيديو بالاحتفال يلا بينا بسم الله بسم الله يا مش هتولع ولا ايه هتضرب هتضرب ولا مش هتضرب 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 ولا مش هتضرب ارمي يا زلمة هتضرب ولا مش هتضرب ايه ده بص يا جدعان بص يا جدعان الصواريخ مش عايزه تضرب المفروض دي تضرب فوق المفروض الصواريخ دي تضرب في الجو المهم احنا معانا صواريخ تاني وتالت ورابع وخامس وهنحتفل وهنخرب الدنيا وزي ما خططنا ورجعت اصحابي خططنا النهارده وهنخش نرجع زواوي وننيع على الكبير وننيع على السفاح كله بيمشي بدي دي اللي بتمشي بشريه بدماغك تسوق بشريه نبدا الفيديو بالصلاه على النبي كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو الصلاه على النبي تحت في الكومنتات وتشترك في القناه علشان يوصلها كل الفيديوهات الجديده دلوقتي حالا هنبدا نخش للسفاح ونبدا نخش للكبير وثقه في الله نجاح وثقه في الله نمبر 1 دلوقتي معايا الرجاله طب يا جدعان انا ناوي النهارده ان انا ارجع حقي وحق اصحابي اللي كانوا معايا عشان خاطر انا اتغفلت وان شاء الله اللي جاي خير سلام بعدت نادي كل نادي ده بيفلد على الفيديو النهارده انا هموت التفاح التفاح عمل فينا كيت وتيت وتيت محد تقولي بلاحة عتم بلاحة قد ب***ه جامد بإذن الله بإذن الله بإذن الله النية خير وبدل النية خير يبقى هنكسر الدنيا باللي فيها دلوقتي حال نبدأ نخش جوه اللي جوه كبير والسفاح واحنا هنحاول نصرف الكبير والشيخ النصاب معاه التعويذة اللي هيصرف فيها الكبير بس في حاجة صغيرة الشيخ النصاب بيقولي لو هو صرف الكبير دلوقتي مش هيعرف يصرفه مدى الحياة يعني لو حضر تاني مش هنعرف نصرفه مدى الحياة ده حقيقة يعني دي المرة الوحيدة اللي احنا نصرفه واحنا مش عايزين نعرفه تاني يلا بينا يا رجالة هنخش جاري يلا يا شريف يلا يا شريف اجري اجري استنى كشاف معاك هات الكشاف ايدك بقولك من جيب هات الكشاف ماشي اجري يا شريف هات هات الحاجة خليها معايا يا شريف هات الحاجة خليها معايا يا شريف هات الحاجة كلها خليها معايا اخلص زال امسك امسك يلا تعالى خش جوه انت تعتانى خلي الكاميرا تطول كل حاجة بتصور لما تتفل صور يا عم صور يا عم الفضايح اللي بتحصل صور الفضايح صور يا عم ادي الكبير والسفاح ادي الكبير اهو والسفاح اهو مولعين نار لا لا دلوقتي مولعين نار احنا جينا احنا جينا يا بني ادمين احنا موجودين هنا اهو نعم يا رحم امك انت وحي اللي فات مات احنا عامل لك ايه جايين عايزين ايه؟ انت لا ده لينا الكلام ده لينا ما بنخافت حلو حلو يا رحم يا نهار ابيض يا نهار ابيض الكلام عليا احنا بكار يعني بكار اهدى دلوقتي يلا يا شيخ عشان احنا هنصرفك يا كبير اهدى دلوقتي عشان احنا هنصرفك يا كبير زلزال طلع النبي احنا دلوقتي مش هنحل ولا السفاح ولا الكبير صور بص بايد النار اهو بايد النار شفتك وانت بايد النار
يا نهار ابيض. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا نهار ابيض. حلو. بص خبط النار، النار زاد. لا ده مد ايه في هواء. خبط النار، النار زاد. مد ايه في هواء. اسرف الكبير. يلا يا شيخ. اسرف الكبير. اسرف الكبير. بيت بالدن والقلب. بيت محمد ابراهيم مصطفى عبد المنصور. حلو. يا كبير عندنا تتلف. السنة التنهاية 25 من هجلية 2022. حضرت يوم 25 5 2024. ارجع يا روح امك. وهتتلف 9/6/2024. اكتب لنا بيت. بص 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 بيعمل نار. حبي الله ونعم الوديع. اول هام انت يا كبير. عملت لنا مدادل. الكبير اختفى. نعم يا روح امك. والمدادل. الكبير مش موجود. الكبير مش موجود. كويس انه اختفى. الكبير مش موجود. الكبير مش موجود. الكبير مش موجود يا مكار. هذا كلام عديم. اقبل اقبل. هذا كلام عديم. وعارف توك يا محمد محمود ابراهيم. تعال اديله يا شيخ. تعال اديله يا شيخ. صلى على النبي يا رجاله. اهدى كده وبالصلاة على النبي. اهدى وبالصلاة على النبي يا سفاح. على قلبك انت ترى. معاك دقيقة واحدة بس. تتكلم وتقول كل اللي في نفسك. حلو. هقول تاني، معاك دقيقة واحدة بس. تتكلم وتقول كل اللي في نفسك يا سفاح. عشان بعد الدقيقة ديت عينك مش هتشوف الا النور. ارجع بقى عشان نعرف. هتمسك حاجة في ايدك حمزة. حلو. احنا هنتكلم بايدينا. بالإيد. حلو. وهتففك التراب. انت يا روح امك. حلو. اتامل. هنشوف. انا بتكلم. عندك كلمة تقولها؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ عندك كلمة تقولها؟ عندي كمان. انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ اقول لك بس يا شريف. اقول لك عايز ايه؟ قول لي عايز ايه؟ علشان نخلص. عايز اقول لك احسن. عشان انا مكار يعني. المكان لوحده اهو، احنا واقفين بنتفرج عليه. اوه المكان لوحده هو، عشان اللي جاي لسه ما جاش. احنا واقفين بنتفرج عليه. بنوال له اهو. اهو بنوال له اهو. خش. اهدى عليه وخليه ياخد نفس. اهدى لحظة. شوف يا شيخ حبيبي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ خش عليها يا شيخ. هقول لك دلوقتي يعني ايه. خش يا شيخ. خش يا شيخ. يا دين امي. اضرب يا شيخ. اضرب يا شيخ. يا دين امي. يا دين امي. يا دين امي. يا دين امي. يا دين امي يا مكار. يا دين امي يا مكار. يا دين امي يا مكار. يا دين امي. يعني ايه اقسم بالله يا جدعان ما رضيت اجيب القفص فيه، مع اني في ايدي عاملها، بس انا ما بحبش الافتراء. انا ما بحبش الافتراء في ايدي اخبطه بالقفص على دماغه، بس انا مش هعمل كده. طول. هات الكشافه يا شيخ. انا حق يا مكار وعايزه. حقك خده. ليه حق وايه؟ ليه حق وايه؟ وعايزه. ليه حق وعايزه. واملي واملي واملي. ازاي ليك عندك حق؟ مكار انا ليه حق. خد حقك ومالكش دعوه بحق غيرك. لا يا كلتنا. خد حقك. شوف انا صعب الرزال وانا. خد حقك. كلتنا. خد حقك. كلتنا. انت خد حقك. كلتنا هنا حق. انت اصلك كده ميت. ازاي؟ تعالى معايا. الراجل ده كان بيجيب بنزين ويولع. سفاح البشر كان بيولع بنزين قدام عينيا. تعالى. هات البنزين. هو هو هو. ده البنزين يا جدعان اللي كان بيولعه. انا هولع فيه. هو انت ده يا معود يا سفاح. ده سفاح. ده البنزيمه رجاله. اقول لك يحطوا عليه. ولع ولع ولع. ما تولعش كشاف وش الكاميرا. احنا ما بنبعت ميه. احنا بنبيع مدبوته. ده البنزيم. مش ده البنزيم اللي بيولع بيه السفاح؟ مش ده البنزين اللي بيولع بيه السفاح؟
ادينا ولعنا بيه النار وهنرمي سفاح البشر في النار. امسك كده. لا يا مكار. قوم. لا يا قوم. قوم يا لحوم. لا يا مكار. قوم. تعال. خدت عليه. مكار لا 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 مكار لا. لا يا عم مش في النار. اوعى سفاح. ايه يا مكار؟ امي. تعال. يا دين امي ده كان هيولع يا ده مكار. امي. ده كان هيولع. يستاهل. يستاهل. مش احنا اللي نعمل كده يا صاحبي. البشر يستاهل يا صاحبي. مش احنا اللي نعمل كده. انا ما بحبش الافتراء بس ايه. دلوقتي هنحتفل. اقدر دلوقتي هنحتفل. ايه تعال يا محمد انت هتقتل ده. كان بيقول لك بتبيع ميه يا محمد. هات الصواريخ كاس الفحم. ثانية طلعها من الشنطة بقى. هات الصواريخ. ثانية الكاميرا بتبوظ. الكاميرا بتبوظ. ظبط الكاميرا يا جدعان عشان لسه هنحتفل. لسه هنضرب صواريخ في الجو ونسبة للعالم كله اللي احنا بنحتفل. ثانية لسه هنثبت للعالم كله اللي احنا بنعمله. اول واحده. هات الثانيه. اهدى. هات الثانيه. انا دول. هات يا جدعان الصواريخ اهي. هات الضغط ده غلط. هات شريف كنت هيولع الصواريخ. ثانيه واحده يا شريف. ثانيه واحده يا شريف. هات الصواريخ الثانيه يا ابن اهدى. اقول لك ايه انا هضرب كده. صور. هضرب كده. صور كده. هضرب كده مش ينفع. هضرب كده ينفع. لا 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 لا. صور كده. لا 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 النبي. لا 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 انت بتنور فين يا شريف؟ هدي يا شريف. حسيت بحاجه من حياتي. انا حسيت بحاجه من حياتي. هدي يا جدعان الصواريخ اهيت. وشريف كنت معاه الصاروخ الكبير. بس قبل ما نولع الصاروخ الكبير هنولع بنزين. اوعى انت كم طواريخ. روح هات البنزين. لا الشيخ 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 امسك انت الكشاف ده. امسك انت الكشاف ده يا شيخ. امسك يا دين امي يا مكار. هتولع فينا احنا. هات كشاف. هاته جنب النار. قوم قوم قوم. تعالى هنا يا شيخ. تعالى هنا دلوقتي يا جدعان. احنا هنحتفل بالانتصار على السفاح وهنرجع زواوي. ما تقربش الكشاف يا شيخ. وهنرجع زواوي وكل حاجه هتتم على احسن وجه. والنهارده هنحتفل. ودلوقتي هات هنا اقعدوا على الارض. اقعد هنا. ولع ولع اللي معاك. ولع اللي معاك. تعبيط وغتيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المكارين بتفرح. المكارين بتفرح. المكارين بتفرح يالا. اوعى الكشاف يا شيخ. المكارين بتفرح يالا. المكارين بتفرح. المكارين بتفرح. طيب يا جدعان الكاميرا قفلت وفتحناها تاني. الكاميرا فصلت بدون اي سبب. ما نعرفش لا سحر ولا جن ولا والصواريخ ضربت في الجو وخربت الدنيا. بس الكاميرا فصلت. بس اقسم بالله اقسم بالله الكاميرا فصلت. ما نعرفش ده سحر ولا جن. ما نعرفش ده سحر ولا جن يا شيخ. ما تنورش. ما نعرفش ده سحر ولا جن يا جدعان. الكاميرا فصلت في نص التصوير بدون اي سبب. بدون اي سبب. مكار انا لا حد احنا كده احتفلنا ورقصنا والبتاع ضرب في الجو والدنيا اتخربت. عايزين نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد لايكات. عايزين نوصل الفيديو دوت للدنيا كلها. مكار ثانيه واحده بعد اذنك. انا لاحق عند السفاح. صور. انا لاحق عند السفاح. صور. صور ايه يا الحم. شايف يا سفاح. ايه شايف يا سفاح. انا ما عملتش كده. انت ما تعرفتش تعمل. انت تقعد تقعد بس يا شيخ. اقعد تقعد تقعد بس يا شيخ. انت بتعمل ايه يا شريف. اوعى الشيخ. اوعى الكشاف ده يا شيخ. صلى على النبي. صلى على النبي يا سفاح. هديك دقيقه واحده بس تتكلم وتقول كل اللي انت عايزه. دي كتير. تتكلم وتقول كل اللي انت عايزه. اتكلم. انت قول كل اللي انت عايزه. معاك دقيقه واحده بس. تبعد عني. نبعد عنك. وايه تاني؟ انت اللي اذيتهم. احنا اللي اذيناك الاول. احنا اللي اذيناك الاول. وايه تاني؟ وغير كده انا ما جيتش جنبك. ما جيتش جنبينا. وايه تاني؟ ايه رايكم يا جدعان لما سفاح البشر يبقى تحت رجلينا زي كده؟ ايه رايكم يا جدعان لما سفاح البشر يبقى تحت رجلينا؟ ايه رايكم يا جدعان ان الفيديو دوت فيه الاحتفال وان اي حد يجي على السكه يطلع عينه؟ انا طالع عين امي وما بنامش. انا ما عملتش معاكم كده.
تتحول ليه؟ مكار تتحول ليه؟ انا لا حق عنده. صلى على النبي يا سفاح. انا عن نفسي خدت حقي منك، وشريف كنت خد حقه منك، والشيخ النصاب خد حقه منك، بس الراجل المحترم ده لسه ليه حق وهياخده منك دلوقتي. انا عايز يقوم معايا انا اخده. استعنى على الشاب الله. قوم كده على هادي اللي زي على هادي. دلع نفسك براحتك على هادي يا زبادي. دلع نفسك على هادي يا زبادي. انت كنت بتضربني بايه؟ برجلك صح؟ اديله اديله. على شرط كل واحد لوحده. كل واحد لوحده. هتعمل فيها زلزال؟ هتعمل فيها مجنون؟ لما خدتني وبضربني هتعمل فيها يا مجنون؟ تعال هتعمل فيها يا مجنون؟ يا مجنون هيموت في ايدك. يا مجنون يا ده هيموت في ايدك يا مجنون. صليك صليك يا شريف، صليك يا شريف. الواد هيموت، هيموت في ايدك يا ابني. يخرب بيتك يا ده هيموت في ايدك. هيموت في ايدك يخرب بيتك. صليك يا شريف، صليك يا شيخ، صليك انت، صليك صليك يا جدعان. هيموت في ايدنا يا جدعان كده. اهو 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 اهو. خلاص لا لا شيل زلزال، شيل زلزال بجد، شيل زلزال. لا شيل، لا 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 استنى 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 استنى. سلك بسرعه. اوعى اوعى زلزال يا ابني. اوعى مقطع سيبني يا اسطى. يا اسطى سيبني اموت اموت. طيب يا جدعان دلوقتي انا قفلت الكاميرا. انا اسف لان انا قفلت الكاميرا، بس الزلزال حرفيا كان هيموت السفاح، فعشان كده قفلت الكاميرا عشان نعرف نسلكه، لان الزلزال كان ليه حق عند السفاح وشريف كوتا كان ليه حق. لو انت بتتفرج على الفيديو ما تعرفش ايه هو الحق، شوف الفيديوهات القديمه، شوف الفيديو بتاع امبارح واول امبارح واول اول امبارح. شوف واحنا بنضرب وبنتعذب وبنشتم وبيتقال كرامتنا، وبعد كده تعالى اتكلم. اللي هيقول لي انت بتفتري هقل منه، هزعله، احنا بناخد حقنا. المهم دلوقتي جينا النقطة مهمة جدا، جينا النقطة مهمة جدا. ايه هي؟ بعد ما رجعنا حقنا والحمد لله، زاوي صاحبنا اللي انا رميته طعم عشان ارجع صحابي، زاوي مخطوف، وطبعا الكبير اتصرف ومفيش قدامنا غير السفاح. وقلبنا في المكان كله على زاوي مش لاقيينه، واحنا لازم نرجع زواوي ودلوقتي ودلوقتي. وسفاح البشر بنسأله بيقول معرفش، وهو لازم أن يعرف، لأن سفاح البشر لو معرفش هقتله دلوقتي وفي الفيديو ده وكل حاجة بتتصور. أما لو أنت بتتفرج على الفيديو وما عملتش لايك، انزل اتأكد أنك عامل لايك وشير الفيديو ده في كل مكان. ولو حاب تتابع كل جديد أول بأول اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات. صور السفاح. زواوي صاحبنا فين يا سفاح؟ خلوا لك رد. زواوي صاحبنا فين يا سفاح؟ زواوي صاحبنا فين يا سفاح؟ صدقني ما اعرفش. استنى يمكن مش عارف اسمه. زواوي الواد العبيط اللي ظهر لك هنا وكان مولع نار، هو فين؟ مع ايه؟ مين اللي قالك اللي هو مع الكبير؟ صور راسك كده وهو بيتكلم، انا عايز كلامه يبان. بتقول ايه؟ قالك الكبير خده. الكبير خد زواوي صاحبنا؟ يعني احلف بالمصحف ان زواوي دلوقتي مع الكبير. مع الكبير. ما سمعتكش؟ والله مع الكبير. ما سمعتكش؟ بقولك مع الكبير. طب دلوقتي يا جدعان احنا صرفنا الكبير، هنحضره تاني؟ يعني احنا دلوقتي صرفنا الكبير والحمد لله اللي احنا صرفناه عشان خاطر اصلا نخلص من الكلب ده، هنحضره تاني دلوقتي؟ ولو حضرناه تاني شوف الشيخ بيقول ايه؟ لو حد المتاع التالت. هو مين؟ الكبير. طب هنعمل ايه؟ ايه الحل دلوقتي يعني؟ انا عارف في الدنيا. انا عارف. بس انا بس عارف. بس 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 ايه في الفيديو دوت، وهيكون في تكمل الفيديو تحت في الديسكريبشن.
هتعرف فيها كل اللي هيحصل من اول دلوقتي. تكملة الفيديو هتنزل على قناة صغيرة، اتأكد انك مشترك في القناة ديت، وروح على القناة الصغيرة تلاقوا اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، او اكتب اسامة المكار على اليوتيوب في البحث هيجي لك كل حاجة وهيجي لك كل الفيديوهات. السلام عليكم. تعالى لي بقى روح امك. قلت لها النوتيلا دي هات الكشافات، هات البنزين، هات البنزين منها نولع فيه.